أنا ياسمين وهذا ابني عمر، عمره 4 سنوات. حتى وقت قريب كنت أراه طفلاً يأكل ويلعب، لكنني أدركت مؤخراً أنه مشروع رجل في مجتمع له نظرة خاصة عن الرجولة ربما تكون غير منصفة أحياناً. لكنني لست الوحيدة التي تحمل هم صناعة رجل منصف. ريهام ماهر وأميرة طارق أمهات للذكور جمعتنا جلسة نقاش حول تربيتهم. زين الدين 6.5 وسيف الدين 3. طيب يعني انتوا شايفين ايه التشالنجز او ايه التحديات اللي بتقابلكم في مجتمع زي مصر مثلا، مجتمع الشرقي، في تربية راجل؟ يعني ايه اللي شفتوه في الرجالة اللي تعرفوهم في حياتكم نفسك ولادكم ما يطلعوش كده؟ ان هو ما بيساعدش في البيت خالص. انا حتى مثلا مامتي لو انا قلت للولد الكبير ياسين قوم اعمل كذا، مش عارفه، لا هات لاخوك كذا، فماما تقولي خلاص هقوم انا اجيب، لا ما هو يروح يجيب. وانت يا ريهام؟ انا بحس انه التشالنج عندك ان اللي انت بتحاولي تبنيه في البيت غالبا بيهدم بطريقه او باخرى من بره البيت، وساعات بيبقى الناس قريبه منك انت شخصيا. يعني تبقي عايزه تطلعي شخصيه سويه، شايف انه ما في الولد زيه زي البنت، مفيش حد احسن من حد، ولو كان حد احسن من حد فهو باجتهاده، فهو بشطارته، فهو بان هو مثلا مختلف او مميز في حاجه. انما كون ان هو اتخلق ولد وهي اتخلقت بنت، فده ما يدوش اي حاجه تتميزه عنها او تديله قوه او تديله اماره انه يسيطر. يعني فمثلا انت في البيت بتحاولي تربي ولد ان هو يساعد، انه يشارك، انه يلم وراه، انه يبقى مسؤول لو بوظ حاجه يصلحها. تلاقي بقى انه مامتك، بابا، اخوكي، لا مش مهم وبتاع ما لسه صغير يعرف، طب وانت بتغير كده ليه، كده كده هيتجوز وفي واحده هتبقى مسؤوله عنه. هل قبل كده حد قال له انت ما تعيطش انت راجل، او انشف ما ينفعش انت راجل ما ينفعش تعمل كده؟ احمد بيعمل كده مع ياسين، لما ياسين يعيط يقعد يقول له انت راجل ما تعيطش، لا انا باخده في حضني اقول له عيط براحتك عادي، العياط ده دي حاجه انت بتطلع الطاقه اللي جواك، حتى لا عيط مفيش حاجه زي ايه، ليه الراجل ما يعيطش؟ ليه يعني انا فعلا ليه الراجل ما يعيطش؟ ما يعيطه. يعني اول حاجه ممكن تحصل او يتعرض ليها الاطفال الذكور انه انا اقول له تحت وصف انه ولد او راجل انك ما ينفعش تعيط. والعياط زي ما احنا عارفين هو جزء من التعبير عن المشاعر، اشهرها الحزن، ان انا بعيط. وبالتالي لو انا طفل حزين ومش من حقي اعيط، قد اطلع هذه المشاعر في شكل مختلف غير العياط، ممكن يبقى عنف مثلا، وممكن احس اصلا ان انا مش من حقي احس بالمشاعر دي. وبالتالي بعد شويه وقت تصبح المشاعر بالنسبه لي شيء ما مجهول، قد يكون مخيف، قد يكون غير مريح، وبالتالي انا نموي النفسي والعاطفي قد يتأثر بده سلبا. مفهوم الرجولة في بلاد الشرق كان وراء الكثير من الممارسات غير المنصفة، وهو أيضا عنوان مشروع بحثي أجراه صندوق الأمم المتحدة للمرأة قبل 2. لأني راجل بخرج براحتي، لأني راجل بعمل اللي أنا عايزه، لأني راجل بخاف عليه من الشارع، خليه قاعدة في البيت. طبعا شغل البيت مسؤولية الست، ما هي طول النهار قاعدة، الراجل يتعب في شغله، وهي اللي هيشغلها، هي تربي العيال. انا بجيب فلوس لان الراجل، انا بربي الواد كده عشان يطلع لابوه لان ابوه راجل، مفيش بنت تلعب رياضه، انا اهلي ربوني على كده. توجهت الى مقر صندوق الامم المتحده للمراه للتحدث مع احد القائمين على المشروع. تطرقت الدراسه لاوجه نظر مختلفه، زي أدوار اللي بيعملها أو بيلعبها من الصغر، الأطفال البنت والولد، إيه الأدوار المحددة ليهم طبقاً للنوع، إيه مساحتهم في اتخاذ القرار، إيه الفرص المتاحة بالنسبة لهم في التعليم، إيه الفرص المتاحة بعد كده في فرص العمل، مين صاحب القرار في الزواج أو الطلاق أو الفعاليات داخل العلاقة الزوجية المنزلية، مين اللي بيبقى له مساحة أكبر في اتخاذ هذا القرار. بنتكلم برضو عن العنف، عن الختان، كذا موضوع من وجهة نظر الرجال
ومن وجهة نظر السيدات هما برضو شايفين. وفقاً لتلك الدراسة الاستقصائية، ارتبط مفهوم الرجولة بالمسؤولية المادية واتخاذ القرارات والترفع عن أداء المهام المنزلية. ذكر 63% من الرجال المصريين الذين تم سؤالهم أنهم كانوا يتمتعون بوقت فراغ أطول من شقيقاتهم، حيث لم يكن متوقع منهم تأدية أي أعمال منزلية. أكثر من 3/4 الرجال من عينة المسح قاموا باتخاذ القرار الخاص بالزواج، بينما أكد 90% من النساء أن قرار الزواج كان في يد الآباء، فيما يعتقد 68% من الرجال المصريين الذين تم سؤالهم أن رعاية الأطفال مسؤولية الأم. طبعاً كان في بعض المفاهيم السلبية السائدة، وهي اتصال العنف في بعض الأحيان بالرجولة، مثلاً في فرض السلطة أو الرأي فيما يتعلق بقضايا الشرف أو بقضايا التحكم في البنات والسيدات في إرادتهم في قرارات معينة في حياتهم، أو التعبير عن الاستياء، مستغلين العنف كلغة لهذا التعبير. وللأسف كان في بعض المؤشرات برضو أنه في بعض الأحيان أو بعض الأمثلة جزء من السيدات كان بتبرر ذلك أو بتقول أنه هو أو من حقه أنه هو يعبر عن ده بالعنف. وفقاً لتلك الدراسة ودراسات أخرى، فإن الرجال الأقل حظاً تعليمياً ومادياً يتبنون وجهات نظر أقل إنصافاً تجاه المرأة، فأردت أن أستمع إلى وجهة نظرهم تلك. الست سعادتك إيه؟ الست عايزة إيه غير أنها تبقى متصنة في بيتها لأمتها وعيشتها، ولو سعادتك لو بتدرس دراستها وهو يساعد في دراستها، واصله سعادتك؟ إيه تاني عايز تعرف يعني الست؟ عايز أعرف أنت شايف حدود تدخلك في حريتها إيه؟ لا تدخل في حريتها، أنا من غير ما أتدخل في حريتها، هي حريتها كلها ملك يعني. إزاي؟ زي الناس، هي ما تعرفش تعمل حاجة من غير ما ترجع لها. الراجل من حقه ان هو يدخل في ايه مع مراته؟ يدخل في الدنيا كلها، الدنيا كلها، درجه درجه لها. زي ايه مثلا؟ اي حاجه، اي حاجه ممكن يدخل محترم لستك في دماغها. يمكن اللي كان في الدراسه شويه يعني عالي ومقلق، وهو 90% من ال 3000 من الرجال كانوا بيبرروا العنف، إن في مواقف معينة يصح فيها استغلال العنف كتعبير عن قدرتهم أو سلطتهم رجولتهم. مادة إيه؟ طب أنت شايف إنك ليك الحق ده ولا لا؟ هو ليه الحق وماليش الحق؟ إن دي بين أدمى بنت ناس لازم تتصاق، وفي نفس الوقت هي طلعت طاقة غصب، العربيتي مروح واتخبطت، فأنا مروح جايب آخر، فدخلت البيت ست عربيه عند السمكاني وخلاص بقى جايبه هنا، روحت خلي بالك الراجل بتاع الايجار جه، طب هو حبك بتاع الايجار دلوقت كلمه في كلمه شدت وضربت قلمين والعيال اتضربوا ونقدموا منكدين وفضيناه، سبعت الصبح حقه عليا والدنيا انا كان غصب. مد ايده على ست ده انسان ما بيفهمش، ما بيفهمش انا عشان انزل انا مستواي المستوى للست ديت، ده ربنا فرقنا بين بين الست، ربنا فرقنا بين الست بالعقل بالعقل. انت شايف ان الست ما عندهاش عقل؟ لا عندها بس مش قوي زي الراجل، لاني راجل قررت اكسر الدايره دي. شجعت بنتي تستمر في الرياضه لحد ما بقت بطله، ساعدتها في تربيه الاولاد عشان تاخد فرصتها في شغلها، بشاركها في شغل البيت ومقدر المجهود اللي بتعمله، اهتميت بتعليم أختي لحد ما بقت دكتورة، مؤمن بقدرات زميلاتي وواثق فيهم، لأني راجل قدرت دورها في المجتمع، لأني راجل شاب واجهت العنف ضد المرأة، لأني راجل عنده مروءة اهتميت إنها تاخد حقها، وفهمت إن الراجل والست ليهم نفس الحقوق والواجبات، لأني راجل. أردت التعرف أكثر على وجهات النظر المقابلة، فقابلت صديقي أحمد وتحدثنا عن رأيه في المفهوم السائد عن الرجولة. يعني السائد في مصر إن الراجل ليه شكل معين، والشكل ده مرتبط لحد كبير بالعنف، إن هو عشان يبقى راجل لازم يبقى شوية إيه حازم عنيف أو يعني حمش يعني بالظبط كده، فالحمشانة دي بيبقى وراها ممكن ساعات عنف،
يعني جزء كبير منها ضغط مجتمعي، ان هو لو ما عملش كده بيتعايق تاني. احنا بنتربى للاسف على العنف، ممارسه العنف على فئات كتير، على فئات الاضعف، يعني ممارسه العنف على الاطفال، ممارسه العنف على الستات عشان هم اضعف، في حالات بيبقى الست هي الاقوى فما بيبقاش فيها ممارسه عنف، فده يبين ان المربط الفرس او الاساس او السبب الرئيسي لممارسه العنف هو ضعفها، لان في حاله ان هي عندها ظهر مسنوده ليها اهل، ليها مش عارف قبيله كبيره بتاع، محدش بيقدر يجي جنبها، او لو بيجي جنبها بيجي جنبها بحساب، مش بيبقى لو نظام هكسر راسها واعمل واسوي، بيبقى بقى ايه، لا ما هو في ناس في ظهرها هيمارسوا العنف عليا انا كمان. يوما ما كان احمد يتبنى هذا المفهوم الذي يرفضه الان. وفي تصور عند اغلب الرجال المصريين ان هو من حقه يمارس عنف على الست، وده بيطلع زي ما قلنا يعني بقول لك ده بيطلع من التنشئة، فانا كنت كده في وقت من اوقات، او كنت يعني مع الناس، يعني لما الواحد بيبتدي يكبر ويفهم كويس ويتعلم وبتاع يكتشف ان العنف ده مش صح، العنف ده مش دايما بيبقى اجابه صح، يعني ممارسه العنف ده شيء غلط، فبالتالي بتبتدي تعيدي تاني بقى فلتره كل الافكار، هو ايه اللي فيه عنف وايه اللي ما فيهوش عنف، وهل انا من حقي امارس العنف ده ولا مش من حقي، وهل الصح ان يبقى حل مواضيع زي دي يبقى العنف ولا الكلام والمشاوره واخذ الراي والكلام ده كله. انت شايف حدود تدخل الراجل في الحريه الشخصيه للست، لبسها، خروجها، حدود تدخله ايه؟ هو اصلا السؤال انا في وجهه نظري غلط، هو ليه يتدخل في حريتها الشخصيه؟ ده سؤال، لان هي في الاخر بني ادم، واصلا في الواقع بصراحه لو جينا نحللها مفيش حاجه اسمها كده، يعني ما انا ممكن اتدخل في حدودها الشخصيه، هي هتقبل ولا لا، ما برضو في طرف تاني، ليه بتكلم عليها كانها منقولات، يعني ليه بتكلم عليها كانها كنبه، ان انا هتدخل وهي مش هترد، مفيش رد فعل، انا مفترض ان انا هرتبط بواحده عندها قدر من التعليم والوعي والفهم والثقافه ان هي بتتكلم، يعني مش اللي هو انا هعمل لها كده تروح تسمع الكلام، يعني هتناقش معايا، هتقول لي مش من حقك ده، هتقول لي لا انا مش عايزه ده، فهيبقى الوضع ايه، لازم يبقى في نقاش. انا بتكلم على الطرف التاني، انا بتكلم انت، ما هو انت اصلا شايف، انت كاحمد شايف ان انت اصلا ليك الحق تتدخل ولا لا؟ لا ماليش. بحكم عمله في مؤسسة تنموية بمنطقة شعبية تدور أحاديث بينه وبين رجال المنطقة حول مفهومهم عن الرجولة. الصرف تيجي تسأله طب ما هو القوامة، لما يجي نتكلم على فكرة القوامة مثلا وبالذات إن هي مرتبطة بالضيف، هيقول لك طب ما هو الراجل مش عارف إيه وهو اللي بيصرف وهو اللي بيعمل، طب حلو أنت مش مراتك مثلا ممكن تكون بتساعدك دلوقتي في البيت، أو أغلب البيوت الستات بتساعد فيها، هيقول لك طب ما الظروف والدنيا والوضع الاجتماعي اللي موجود دلوقتي والدنيا والغلا والكلام، حلو، طب ما برضو نفس الحكاية الناحية التانية، لو إحنا هنغير فهمنا للحاجات دي على أساس الواقع أو على أساس الوضع دلوقتي كمان وضع الست اتغير، فاشمعنى بتفكر بس في الحاجة اللي تخصك بشكل كده، ولما تيجي تفكر بقى في حقوق الست ولا الدين قال، طب ما هو الدين قال برضو ان انت تصرف عليها بالكامل، ان لو هتصرف حاجة في البيت المفروض الفلوس دي بتبقى زي سلف، يعني بترجع عليها تاني كأنه دين عليك، فهل ده متحقق؟ لا، فليه عايز تاخد على مزاجك وتقصص في الحتة دي، تخص في مصلحتي اخدها الحتة دي، لا هطلع لك بقى كارت الدين والشريعة، مع ان عمر ما الدين والشريعة هيقبل بحاجة غير العدل. بين الوصاية والرعاية يظل مفهوم الرجولة حائراً في المجتمع الشرقي، وتظل الكثير من الأمهات يحاولن تنشئة جيل منصف من الرجال.